راح تتعرف على مرة طويلة ما شاء الله طويلة ضخمة شعرها اسود جير شلون الجير شعرها يصير اسود مو اكو اسود هذا اللون اللي يعني اسود لامع واكو اسود طوف مثل الجير مثل الغابات مال بلغاريا اسود هندسي يسموه ايه طويلة حيل المرأة تحب تفرض شخصيتها يعني السيطر وانت ما راح تتفاهم وياها وراح تطردها مستقبل والبنية راح تسوي لك سحر راح تجيب لك سحر راح تروح لدولة عربية ما أريد أذكر اسمها حتى مصر شوشرة باللايف راح تجيب لك السحر الأسود والدفنة بباد السلام بين قبر مال واحد اسمه ناظم محمد عواد اشتهوا ناظم يا الله عمارة مو سألتني جاي جاوبه كان ايه كمل يعني يومك ابو شاهين السحر هذا وين لا اذا ضل تضحك عمارة تستهزئ حتى ما اكمل لا عفوا شلون حشاك شلون يعني بس بالفتحة الرابعة يبني المقابر مال الحياوي هناك راح يندفن بالسرادي وراح يسوي لك السحر بالخبطة مال الصابونة مال مغيسل وهاي ما راح يصير لك ان شاء الله احكي لك صراحة ما اقدر زين بالمستقبل ما اقدر اخلص من السحر هذا لا صراحة قاعد اقول لك انت لا تتقرب علي حاليا خاف تجي هيك انسانة بحياتك تتقرب علي والله خويا راح تدمر حياتك الفنية والمادية والمعنوية حلشت الولد كافي ابو لا راح تضل تركض العشاء خباز زين لك ما خسارة ولا بعد عمار شو سويت تفطر يوم دبر الساعة الأربعة بالليل عمار هاي ناظم محمد عواد دبوا السحر لا هاي ناظم بواحد شو اسمه نفسه لا هاي معودين لا بليز عمار راح اطلع لك من ورا ذيك الصورة من هاي الدائرة الزرقاء عمار